يا صباح الفل والياسمين، كيفكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. اليوم هو أول يوم الفلوق في رمضان. أنا صراحة مش متعودة أني أصور كذا يعني يومي وهذا الخبر، فأنتوا حظكم يا كان ممتع يا كان ممل. فخلونا الآن نبدأ مع بعض يومي في رمضان. وبصور لكم إيش اللي بأطبخه اليوم في الفطور، يعني بخبركم إيش اللي بطبخه. حاليا الآن بقوم بصلي الظهر وبعد كذا بنطلق للمطبخ. كل يوم تقريبا أدخل إلى المطبخ الساعة 1:30، أحيانا 2:00 إلى 20، على حسب. فيلا خلونا ننطلق للمطبخ الآن. والآن نحن في المطبخ ونبدأ بسم الله. اليوم عندنا دجاج، بسوي شوربة دجاج بالشوفان. الآن طرحت هناك موية حق الشوربة وبطرح الدجاج. أنا سبق وطرحت لكم شرح لطريقة عمل شوربة الدجاج، بتحصلوها في أحد الجانبين من فوق. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. مكعب ماجي. الآن على بال ما الدجاج ينضج، فأني ببدأ إنني أعجن عن المعجنات، وأفكر أنني أسوي صدقوا عدني ما قررت، ما أنا قرر باجي أقول لكم. كده تصير العجينة معنا جاهزة، لأن أغطيها وأخليها تتخمر. وقررت أنني أسوي فطيرة الزعتر، يعني بفردها كامل وبدهنها وبعدين بطرح عليها زعتر. الآن ببدأ أسوي الرز، بسوي كبسة دجاج والدجاج الباقي بسوي دجاج فلفل بالملح. وهنا صار عندنا جاهز كبسة الدجاج، وعندنا هنا شوربة الدجاج بالشوفان. لسه ما نضجت عاد اني انطرحت الشوفان. طبعا اني الدجاج افتته عشان يكون الشوربة كلها فيها دجاج. وهذا الدجاج بالفلفل الملح مع شوية الهيل، انا صراحة احبه جدا. وهنا قررت اني ازرع نعناع. طبعا اشتريت نعناع وشوفوا دحين بوريكم من تحت. قطفت الورق من تحت، خليت كذا الغصن فقط، وسويت هنا شوية موية طرحته. تمام، خلاص اخليه الى ان هذه ما ادري ايش مالها، هذه شكلها تعبانه من اول، اطرحها هنا. تمام، المهم اسوي شويه مويه واطرحها عليه ويرجع كذا فريش. وكل يوم يعني احاول اني ابدل الماء. اول ما يبدا الجذور تظهر من تحت خلاص ابدا انقلها الى الاسم الفخار، هذه اللي نطرح عليها السماد اللي التراب تبع الزراعة عشان تبدأ تكبر فيها. بس حاليا ما عندي اصلا السماد هذا، فبشتريه وبعدين افكر انني اصور لكم كذا انني ازرع. فكرت الايام كذا خنطريشة، يعني انني ازرع اشياء في البيت كذا بسيطة داخل اشياء مثل كذا. يعني فايش رايكم؟ اذا الفكره حلوه اكتبوا لي في تعليق تحت. بعد ما اسوي كل شيء وارتاح واقرا القران شويه، خلاص ابدا اجلس اتصفح النت واقرا اخبار العالم، وانتظر الى قريب اذان المغرب ابدا بتقريب الاكل. وكذا يكون فطورنا جاهز. انا سويت عصير ليمون، سبق وشرحت كمان طريقته. هذا هو فطاير الزعتر وسمبوسة وباقية والكبسة والشربة. وخلاص بعد الفطور استرخي لي شوية، بعدين لوقت صلاة التراويح اقوم اصلي التراويح وارجع الى شغلي، اصمم بعض التصاميم لزبائني لاني اشتغل مصممة جرافيك. وخلاص وبعدين اصبر الى وقت السحور واقرب السحور، يعني تقريبا روتيني نفس الشيء دائما.
لن أصطنع المثالية ولا أجسق لكم إني بحركات وأبو ستايلات ومدري إيش. صراحة هكذا يومي بسيط جدا. إن شاء الله يكون عجبكم الفلوق. إلى هنا ينتهي الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة، إنكم تضغطون هنا ضغطوا اشتراك وفعلوا كذا الجرس، عفوا فعلوا هنا الجرس وضغطوا لايك. أشوفكم فيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.